الشكر الواجب والموصول لكل من ساهم في تنظيم ونجاح هذه الندوة المباركة في هذه الكلية المحروسة. سأدخل مباشرة في الموضوع. يقول الأستاذ أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن العلاقات المغربية الإفريقية وخصوصا دول جنوب دول غرب إفريقيا تتميز أنها مبنية على ثوابت دينية وثقافية مشتركة، بأنها علاقات تبادل وتفاعل في الاتجاهين، بأنها من العمق والحيوية بما يسمح بإعطاء حلول لمجموعة من المشاكل في الوقت الحاضر. من هذا المنطلق يأتي البحث في البعد الديني للعلاقات المغربية الإفريقية، أو بالأحرى الإسلام الديني للعلاقات المغربية الإفريقية، على اعتبار أن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال حاول إعطاء قيمة دستورية للبعد، سواء للبعد الإسلامي أو للبعد الإفريقي في سياسته الخارجية. وبالفعل فقد تم انتصار هذين البعدين في مختلف التصاريح المغربية، وظهرت استمرارية توظيف هذين البعدين في كل المجريات وتمفصلات العمق الإسلامي للمغرب في إفريقيا، وفاء الانتماء لدرجة يمكن الحديث عن الواجب المغربي تجاه العلاقات مع الدول الإفريقية. فانطلاقا من معطيات الجغرافية ووقائع التاريخ، فقد ظل المغرب يرعى علاقاته مع الدول الإفريقية، ومن رحم هذه العلاقات ولدت مجموعة من التوابيت المشتركة، وهي الأشعرية عقيدة والمالكية مذهبا والتصوف السني سلوكا روحيا، لدرجة يمكن القول أن المالكية وإمارة المؤمنين هما هبة المغرب لإفريقيا، هذا فضلا عن مساهمة الجانب الصوفي وخاصة التصوف الشاذلي في نشر الإسلام قبل أن تقوم الطريقة القاذرية والطريقة التيجانية بنفس الدور ابتداء من القرن السابع عشر. على كل جاء هذا الامتداد الصوفي في محاولة لإعطاء العامل الصوفي مكانة في تدعيم ونشر القيم والأخلاق، وفي نفس الوقت اهتمام هذه التجربة الصوفية المغربية الإفريقية بنشر وعي أخلاقي انطلاقا من التوابط المشتركة بين المغرب والدول الإفريقية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف السني والمذهب المالكي، وفوق هذا إمارة المؤمنين. لأن كما قلت هناك الواجب المغربي تجاه إفريقيا. لماذا؟ لأن إمارة المؤمنين يمكن تشبيهها كمؤسسة فوق وطنية عابرة للحدود. فإن اجتماع خطاب ملكي أمام المجلس الأعلى في 30 أبريل 2004 أمام جاء علي سان صاحب الجلالة بأن المهم هو النهوض بالشأن الديني ليس في المغرب ولكن في كل البلاد الإسلامية، بمعنى أن إمارة المؤمنين لها إشعاع ولها بعد ولها صدى يمتد إلى خارج المغرب، إلى الدول التي غالبا ترتبط في المغرب روابط ووجدان روحي صوفي، خاصة دول غرب وجنوب دول غرب ووسط أوروبا، لأن الصوفية ساهمت في وسط إفريقيا. دائما تمشي الموضة ديال الأطروحية. فالإسلام انتشر من المغرب إلى ما وراء نهر السنغال، مرورا بمالي والسنغال الحاليتين، وإلى الحدود الشرقية ما يعرفه نيجيريا، وذلك عبر بلاد شنقيط أي موريتانيا. على كل هذا من جانب، ومن جانب مفاهيم آخر يمكن القول بأن الدين يعبر عن انتماء الإنسان لعقيدة، هذا الانتماء هو الذي يشكل ويبرز علاقته بال
علاقته بالكون وبالمجتمع. فالدين كمنظومة من الأخلاق، منظومة من الأخلاق تسير جنبا إلى جنب مع المنظومة الكونية، لا تتصل دون 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 تضاد بين القيم الدينية والقيم الكونية، بشكل يؤثر ويوجه الثقافات والحضارات، بل وحتى صياغة الهوية. ومن هنا يمكن إبراز العلاقة ما بين الدين الإسلامي والهوية الإفريقية. الهوية الإفريقية، تاريخ الحاضر الإفريقي هو امتداد لماضيها، وهذه الهوية الإفريقية لها مجموعة من المكونات، ويبقى الإسلام أهم هذه المكونات. على كل يمكن إبراز البعد التاريخي للعلاقات المغربية الإفريقية ابتداء من العهد المرابطي، حيث انطلق التي انطلقت من صحراء موريتانيا إلى شمال إفريقيا وإلى الأندلس، حيث تم إشراف مجموعة من سكان إفريقيا جنوب إفريقيا الغربية أو في الجيوش في الفتوحات الإسلامية في الأندلس. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن الإشارة إلى أن البعد الإسلامي هو حكم على إمارة المؤمنين، على اعتبار أن أمير المؤمنين هو المسؤول الأول على الأمن الخارجي للجماعة المسلمة وحامي الحمانية والدين، بشكل يعطي لهذه المؤسسة بعد فوق وطني، بعد يمتد إلى دول أخرى نتيجة تعلق وانجذاب الطرق الصوفية لإمارة المؤمنين. لذلك نجد أن في الزيارة الملكية دائما يحرص ملوك المغرب على عقد لقاءات مع ممثلي هذه الطرق، على اعتبار أن شيوخ هذه الطرق سبق أن قدموا البيعة لملوك المغرب، فنوع من تجديد هذه البيعة في كل اللقاءات. كما أن المغرب هو الآخر يحرص على مجموعة من الإجراءات كبناء المساجد، الدعوة إلى حضور العلماء الأفارقة في الدروس الحسنية، إحداث بعض المؤسسات كمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى غير ذلك. أهمية إمارة المؤمنين تكمن في قد يبدو هذا غريبا بالنسبة لي، تكمن في البعد الجيوستراتيجي للقارة الإفريقية. هنا أفتح قوس لأقول أن تاريخ العلاقة الدولية مر بمجموعة من المراحل. كانت هناك مرحلة حرب باردة، كان يتم توظيف الاعتبارات العسكرية والاقتصادية ضمن الأهداف السياسية، بمعنى الانطواء تحت أحد المعسكرين. بعد نهاية الحرب الباردة أصبح الهدف الاقتصادي هو الأسمى، ويتم توظيف الاعتبارات السياسية العسكرية لخدمة أهداف اقتصادية البحر الخليج إلى غير ذلك. حاليا وجدت الدول العظمى أن مصالحها في إفريقيا مهددة، فبدأت تدفع وكأنه لا تمانع من قيام المغرب بجانب روحي بدبلوماسية روحية في إفريقيا لقطع الطريق أمام الأفكار الإرهابية، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار لإفريقيا الذي هو ضمان لمصالحها في هذه الدول. وهنا في المغرب بإمكانه تبوء موقع جيوستراتيجي في إفريقيا، بإمكانه مزاحمة المشروع الأوروبي والمشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر لعمق وتشطر علاقاته مع دول إفريقيا، بالنظر للتواصل الروحي مع الطرق الصوفية هنا. هذه الاعتبارات واعتبارات أخرى يمكن إبرازها في تقديم إمارة المؤمنين الحصن الحصين الإسلامي والتدين كصمام أمان. إمارة المؤمنين من شأن تعلق الطرق الصوفية بأمير المؤمنين من شأنها بعد مشروع أخلاقي يقطع الطريق أمام التطرف العنيف والإرهاب، وبالتالي ضمان استقرار القارة الإفريقية. المغرب يقدم استراتيجية طموحة في مجال مكافحة الإرهاب، في مجال إصلاح الحق الديني. هذه الاستراتيجية التي لها مجموعة من المرتكزات، سمو إمارة المؤمنين، تحديد أو تنظيم التعليم الديني،
عدم السماح لاي من دينيين بممارسه اي نشاط ثقافي نشاط نقابي او سياسي، عدم السماح بتشكيل احزاب سياسيه بناء على اعتبارات دينيه، كل ذلك هذا الى جانب البعد الصوفي، كان لان الطرق الصوفيه في افريقيا من شانها ان تلعب دورا دبلوماسيا موازيا غير رسمي بالدفاع عن المصالح المغربيه، وبالتالي الضغط على حكومتها فيما يخدم المصالح المغربيه. هذا باختصار. اما هذا التصور حاولت ان تطرقت على حسب التصميم التالي، انني تناولت المرتكزات او التاصيل الشرعي لمرتكزات البعد الديني في العلاقات المغربيه الافريقيه كنقطه اولى. والنقطه الثانيه حاولت استشراف افاق او المزايا الجيوستراتيجيه للبعد الديني للعلاقات المغربيه الافريقيه في افق تحقيق النهضه الافريقيه المنشوده. فالتوابيت كما قلنا، هناك العقيده الاشعريه، المذهب المالكي، التصوف السني، هذه المذاهب قمت بدراستها بناء على دور الفاعلين في البعد الديني، حيث ان اماره المؤمنين كفاعل مركزي ومحوري، ثم هناك وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كفاعل تنظيمي، ثم وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون كقناه دبلوماسيه، الى غير ذلك، مؤسسه التكوين كمعهد محمد السادس كويلان المرشد المرشدات، مؤسسه دار الحديث الحسنيه، هناك معهد الدراسات الافريقيه، جامعه القرويين. هذا فيما يتعلق بالفاعلين ومدى حرصهم على تثبيت وتتميم الثوابت الدينيه التي تجمع بين المغرب وافريقيا. شكرا.